بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 74. ما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله، لما ذكر في الآيات السابقة الأمر بالجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وهذا جهاد بالنفس، ذكر الجهاد بالمال، لأن الجهاد بالنفس يحتاج إلى مال من إعداد العدة، يحتاج إلى مال لإعداد العدة وتجهيز الغزاة وغير ذلك من كلف الجهاد. والجهاد بالنفس، الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في القرآن وفي السنة، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالجهاد في سبيل الله يكون بالنفس، حمل السلاح، دخول المعركة، ويكون بالمال. والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس لا يتم ولا يقوم إلا بالمال، لذلك قدمه الله عز وجل. وأنفقوا، الإنفاق في اللغة الإخراج، إخراج الشيء يقال له إنفاق، والنفق هو الخروج، ومنه يقال للميتة نافقة، بمعنى خرجت روحها، نفقت الدابة إذا خرجت روحها. ويقال للمنافق منافق، لأنه خارج من الإيمان. فالإنفاق في اللغة هو الإخراج، والمراد به هنا إخراج المال في طاعة الله عز وجل. فهو يشمل الإنفاق في الجهاد، ويشمل الإنفاق على النفس والأقارب، ويشمل الإنفاق على المحتاجين. فباب الإنفاق في سبيل الله واسع، لكن أفضله وأولاه الإنفاق في الجهاد، وإلا فهو يشمل جميع أنواع الإنفاق الشرعية. أنفق، وكلها تسمى في سبيل الله، يعني في طاعة الله عز وجل. ويفهم من ذلك تحريم الإنفاق في معصية الله عز وجل، يفهم من قوله وأنفقوا في سبيل الله تحريم الإنفاق في معصية الله عز وجل. الإنسان مسؤول يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا أنفق الإنسان ماله في المحرمات، في شراء المحرمات واستعمال المحرمات والشهوات المحرمة، أو أنفق ماله في الرحلات المحرمة إلى بلاد الكفار لا لشيء إلا للنزهة هناك والاختلاط بالكفار، فهذا من الإنفاق في معصية الله عز وجل، وسيسأل عنه العبد يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. وكل درهم ينفقه الإنسان فهو مسؤول عنه يوم القيامة، كما يسأل عن اكتسابه يسأل عن إنفاقه. فهذا المال إنما هو ابتلاء وامتحان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء وامتحان. لا تحسب أن هذا المال أنك أعطيته ولا تسأل عنه يوم القيامة، لا، ستسأل عنه يوم القيامة، فإما أن تنجو وإما أن تهلك بسببه. وأنفقوا في سبيل الله. ثم قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا نهي، ولا تلقوا هذا نهي، بأيديكم إلى التهلكة. والتهلكة ما فيه هلاك النفس، ومعنى لا تلقوا بأيديكم أي لا تعرضوا أنفسكم للخطر والتلف، فإنك مسؤول عن نفسك في أن تحافظ عليها ولا تهلك نفسك وتعرضها للخطر. وقد تنوعت عبارات المفسرين رحمهم الله في معنى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقيل معناه لا تمسكوا عن الإنفاق في سبيل الله،
لأن ذلك تهلكة، لأنكم إذا أنفقتم، إذا أمسكتم عن الإنفاق في سبيل الله تعطل الجهاد، فصار في ذلك هلكة للمسلمين، تسلط للأعداء. هذا قول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تمتنعوا عن الإنفاق في سبيل الله فتهلكون. وهذا حق، هذا قول حق. وقيل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تخاطروا بأنفسكم في مواطن الخطر، لا تعرضوا أنفسكم لما فيه خطر، بل عليكم أن تجنبوا أنفسكم مواطن الخطر إلا إذا كان في هذا مصلحة راجحة. إذا كان في تعريض النفس للخطر مصلحة راجحة فهذا لا بأس به، مثل الجهاد في سبيل الله، الإنسان يعرض نفسه للخطر، الجهاد يعرض نفسه للقتل، يعرض نفسه للجراح، هذا خطر، ولكن المصلحة في ذلك أرجح، وهي عز الإسلام، نصر الإسلام والمسلمين، فالمصلحة راجحة على المضرة. وكذلك الانغماس في العدو، انغماس المسلم المجاهد في العدو، إذا كان هذا ينكأ العدو ويقوي المسلمين المجاهدين فهذا أيضا مصلحته راجحة. فإذا تقابل الجيشان، جيش الكفار وجيش المسلمين، وابتدر شجاع من الشجعان فغامر، اقتحم الحصن، بارز الكفار، وقع في صفهم من أجل أن يفتك بهم ويهيئ للمسلمين الانتصار عليهم، فهذا وإن كان من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة لكن مصلحته راجحة. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يغامرون في مواطن الجهاد ويقتحمون على الأعداء وينغمسون في صفوفهم ويبارزونهم، وإن كان في هذا خطر فإنه في مصلحة المسلمين. أما إذا كان المضرة أرجح أو ليس فيه مصلحة فإنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بنفسه في شيء لا تترجح مصلحته، أو كان مغامرته تضر المسلمين. يمكن إنسان يغامر بنفسه ويقتل من يقتل من الكفار أو يتلف شيء من أموالهم فينقضون على المسلمين، ينقض الكفار على المسلمين بسبب هذه المغامرة، فهذا ضرره أرجح فلا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تخاطروا بأنفسكم، هذا قول في الآية، إلا ما كانت مصلحته أرجح من مضرته. وقول ثالث في الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا توقعوا أنفسكم في المعاصي ولا تتوبون منها. فالإنسان الذي يوقع نفسه في المعاصي ولا يتوب هذا ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا حق أيضا، الأقوال كلها حق والآية تتحملها كلها. فلا يجوز للإنسان أنه يسرف على نفسه في المعاصي ويقنط من رحمة الله وييأس من رحمة الله ويظن أنه لا يغفر له فيكثر من المعاصي ويترك التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالذي يعصي ولا يتوب هذا قد ألقى بيده إلى التهلكة، وهو داخل في عموم الآية الكريمة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كذلك
من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يتعاطى الإنسان المواد الضارة، كأن يتعاطى السم أو يتعاطى المخدرات أو يتناول الدخان أو القات، هذه كلها مضرة بالنفس وتؤول إلى الموت وتورث الأمراض، فهي من الإلقاء باليد إلى التهلكة. فعلى المسلم أنه يتجنب الأطعمة الضارة والأشربة الضارة وجميع ما يضر ببدنه ويقضي على صحته ويفضي إلى موته من هذه الأمور التي نهى الله جل وعلا عنها. فهي مع كونها معصية لله عز وجل هي أيضا خطر على الإنسان، ولا يجوز للإنسان أنه يجني على نفسه بهذه المحرمات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهذه عامة، الآية عامة في كل شيء فيه خطر على النفس على الحياة، لا يجوز للإنسان أن يغامر فيه إلا فيما ذكرنا إذا كانت مصلحته راجحة لنصر الإسلام والمسلمين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا، هذا أمر بالإحسان، والإحسان هو الإتقان، إتقان الشيء وإتمامه على الوجه المطلوب، هذا إحسان. فالإحسان في العبادة أن تؤديها على الوجه المطلوب خالصة لوجه الله عز وجل، أن تؤدي العبادة على وفق الشرع بعيدة عن البدع والمحدثات والخرافات، بل تؤديها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤديها خالصة لوجه الله، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا شرك، بل تكون خالصة لوجه الله. هذا هو الإحسان في العبادة. قال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. محسن، أسلم وجهه يعني أخلص العبادة لله وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإحسان في العبادة أن يتوفر فيها شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني الموافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإحسان في العبادة أن تؤديها على الوجه المشروع مخلصا لله عز وجل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان في العبادة. والإحسان إلى الخلق بأن تتصدق على المحتاجين وتتلطف مع من تخاطبه بالكلام الطيب، وقولوا للناس حسنا، تتلطف بالكلام الطيب مع الناس، ولا تشتم ولا تسب ولا تغتاب الناس ولا تشتغل بالنميمة، بل تكون محسنا فيما بينك وبين الناس بالقول وبالفعل. بالقول أن يكون كلامك طيبا ليس فيه تجريح وليس فيه سباب ولا شتم ولا زور، وإنما يكون كلاما طيبا. وفي الحديث إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. أطاب الكلام، كن كلامك طيب، هذا من الإحسان. وكذلك الإحسان بالفعل، لأن تساعد المحتاج بالمال أو بالجاه والشفاعة، تتوسط له عند من عنده حاجته يقضيها له، هذا من الإحسان بالجاه. الإحسان يكون بالمال ويكون أيضا بالجاه، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها،
النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. فهذا من الإحسان إلى الناس، أنك تبذل جاهك للمحتاجين وتساعدهم على. كذلك لو تشوف واحد يشتغل وتعاونه على شغله، إذا تشوف واحد يحمل على دابة أو على سيارة تساعده وتحمل معه متاعه، هذا من الإحسان ومن الصدقة، من الصدقة على المحتاجين، هذا صدقة وهذا إحسان بالفعل. كذلك الإصلاح بين الناس، إذا صار بين الناس سوء تفاهم تصلح بينهم، هذا من الإحسان. تقول الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا من الإحسان. كل هذا، فأنواع الإحسان بين الناس كثيرة، ولا تقتصر على الإحسان بالمال، بل تتناول الإحسان بالقول، وتتناول الإحسان بالجاه، وتتناول الإحسان بالإعانة بالبدن، الإعانة بالبدن. إذا رأيت واحد يشتغل تساعده على شغله، هذا من الإحسان، الإحسان إلى الناس. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. كذلك الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم والمماليك. كان عندك بهائم تحسن إليها بالعلف والسقي، وحتى عند الذبح تذبحها ذبحا مريحا، تذبحها ذبحا مريحا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذا قتلتم هذا القتل الإنسان، إذا قتل في القصاص أو في حد من الحدود فإنه يحسن في قتله ولا يعذب. إذا قتلتم من يستحق القتل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم ما يذبح من الحيوانات المأكولة فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كذلك إذا كان عند الإنسان مماليك أرقى يملكهم من الناس، يحسن إليهم، يحسن إلى مماليكه ويرفق بهم، يحسن إليهم ويعلمهم ويربيهم، ولا يغلظ عليهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون، لأنهم ضعاف. ألا تقل أنا أملكهم وهؤلاء مماليكي وأنا لا، ما يجوز لك. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة سيء الملكة، الذي يسيء إلى مماليكه. وكذلك المستخدمين، المستخدمين ما هم ملك لكنه مستخدم أجير عندك، خصوصا إذا كان غريبا عن بلده، مثل في وقتنا الحاضر العمال والخدم مساكين جاءوا محتاجين، فلا تسيء إليهم ولا تغلظ عليهم ولا تكلفهم ما لا يطيقون، ولا تماطل في أداء حقوقهم وأجرتهم. قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وقال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وذكر منهم المستأجر الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه حقه، يكون خصمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الله جل وعلا يقول أنا خصمهم، يكون خصمهم الله جل وعلا وهو الذي يخاصمهم في حق هؤلاء الضعفاء. فهذا من الإحسان إلى الناس، أحسنوا، هذا يعم جميع وجوه الإحسان. كذلك من الإحسان الذي أمر الله به أنك إذا عملت عملا أن تتقنه وأن تنصح فيه. إذا عملت عملا استؤجرت عليه، استؤجرت على بناء، استؤجرت على أي شيء، عليك أن تحسن في هذا العمل ولا تغش فيه ولا تنقص هذا العمل، بل تتقنه. وإذا كنت لا تحسن فإنك تقول أنا لا أحسن، ولا تتولى عملا وأنت لا تحسنه. أتقن العمل. إذا صنعت صنعة، إذا صنعت صنعة فأتقنها ولا تغش فيها وتنقصها. فالإحسان أيضا يشمل إتقان الأعمال التي يتولاها الإنسان بأن يتمها وأن ينصح فيها، ألا يكون فيها غش، ألا يكون فيها نقص، تكون
مصنوعات سليمة، مصنوعات جيدة، ما يكون فيها غش، هذا يدخل في الإحسان. وأحسنوا، هذا عام في جميع وجوه الإحسان، الإحسان بين العبد وبين ربه في العبادة، الإحسان بين العبد وبين الناس في الأعمال والأقوال، الإحسان بين العبد وبين الناس بالصدقات على المحتاجين، الإحسان إلى المماليك والبهائم، الإحسان إلى الأجراء، كل هذا من الإحسان. كذلك الأجير يجب عليه أن يحسن العمل وأن يتقن العمل الذي استؤجر له، يدخل في ذلك المقاولون ويدخل في ذلك العمال، لا يجوز لهم أن يخونوا في أعمالهم أو أن ينقصوا في أعمالهم، بل ينصحون فيها ويتقنونها حتى تكون أجرتهم حلالا. أما إذا كانوا غشوا في العمل فإن أجرتهم تكون حراما. أحسنوا، ثم قال جل وعلا إن الله يحب المحسنين، هذا حث على الإحسان، إن الله يحب المحسنين، هذا فيه وصف الله جل وعلا بالمحبة، وأن الله يحب، هذا وصف ثابت لله عز وجل، أن الله يحب ويبغض ويمقت ويسخط، أوصاف لله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. يحب المحسنين، ومحبته ليست مثل محبة المخلوقين، بل هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته، وأنه يحب أصنافا من العباد، منهم المحسنون، يحب المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين الله في عبادته، ويحسنون فيما بينهم وبين الخلق في معاملاتهم، ويحسنون فيما بينهم وبين المماليك والبهائم، ويحسنون صنعتهم ويتقنونها وأعمالهم، الله جل وعلا يحبهم. ومفهوم الآية أنه يبغض الخائنين، إذا كان يحب المحسنين فمفهوم الآية أنه لا يحب الخائنين، والله لا يهدي كيد الخائنين. فيجب على المسلم أن يحسن لأجل أن ينال هذا الشرف العظيم، وهو محبة الله جل وعلا له، فإذا أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فهذا كله يدل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن أحسن أحسن الله إليه، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وهنا يقول جل وعلا إن الله يحب المحسنين، فإذا أردت أن تنال هذا الشرف العظيم فأتقن يا أخي أعمالك، أتقن أعمالك فيما بينك وبين الله، وأتقن أعمالك فيما بينك وبين الناس، وأتقن أعمالك فيما تعمله وتصنعه وتبيعه على الناس أو تستأجر عليه لإعداده، أحسن في ذلك وأتقنه، ولا تبخس منه شيئا أو تخن فيه، فإن هذا خيانة، والله لا يهدي كيد الخائنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم قال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله.
لما ذكر سبحانه وتعالى آيات الصيام وذكر آيات الجهاد في سبيل الله ذكر الحج، ذكر الحج لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولأن الحج نوع من الجهاد. لما ذكر الله الجهاد في سبيل الله لقتال الكفار ذكر الحج لأن الحج أيضا جهاد، وهو من أنواع الجهاد لما فيه من المشقة وبعد المسافة وما فيه من النفقات، فهو نوع من الجهاد، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد. وأتم الحج والعمرة لله، والحج هو قصد، الحج في اللغة القصد، والمراد به هنا قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في وقت محدد يأتي بيانه. فالحج هو قصد، هو القصد إلى بيت الله لأداء المناسك عبادة لله جل وعلا، هذا هو الحج، وهو ركن من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج ركن من أركان الإسلام، ولكنه لا يجب إلا على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، استطاع في بدنه واستطاع في ماله، فمن لم يستطع فليس عليه حج. إذا كان ما عنده مال يبلغه للحج وينفق منه في حجه ويبقي لأولاده وأهل بيته ما يكفيهم، فهذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. وقد جاء في تفسير الاستطاعة أنها الزاد والراحل، الزاد وهو النفقة، والراحلة وهي المركوب الذي يبلغه إلى الحج في كل زمان بحسبه. فمن لم يكن عنده استطاعة بالزاد والراحلة فليس عليه حج، وإذا استطاع وجب عليه الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحج تأخر فرضه إلى السنة التاسعة على القول المشهور لأهل العلم، السنة التاسعة من الهجرة أو قبل ذلك بيسير تأخر فرضه. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ليلة المعراج، وهو في مكة قبل الهجرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل الهجرة بعد الإسراء والمعراج. الصلاة فرضت في مكة قبل الهجرة. الزكاة فرضت بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة. الصيام فرض في السنة الثانية أيضا من الهجرة. الحج تأخر فرضه إلى السنة التاسعة أو قبلها بيسير. ولما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وكان البيت يطوف به المشركون ويطوف به العراة، لأنهم كانوا يتعرون في الطواف، يطوفون عراة ويقولون هذا عبادة لله عز وجل، وإذا فعلوا فاحشة وهو التعري في الطواف قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، الله لا يأمر بالفحشاء، يعني لا يشرع لعباده الفحشاء. فدل على أن كشف العورة أنه فحشاء. هذا الذي يتساهل فيه كثير من الناس اليوم في كشف العورات، هذا فاحشة خصوصا للنساء، فعورات النساء أشد فتنة، والرجال كذلك، لكن النساء أشد، والشيطان يحرص على أن يعري النساء
أكثر مما يحرص على أن يعري الرجال. لذلك تجد الفساق والكفار يؤزهم الشيطان إلى التعري، ولا يزال هذا في بني آدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمشركون يتقربون به إلى الله، يقولون هذا عبادة والله أمرنا بها. فلما كان المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة ويقولون لا نطوف بالثياب التي عصينا الله فيها، يجيهم الشيطان ويقول هذه ثياب أنتم عصيتم فيها، اخلعوها، لا تطوفون وأنتم عليكم ثياب قد عصيتم الله فيها. هذا يجيبونه من الورع، زين الشيطان لهم هذا فيخلعون ثيابهم. حتى النساء يتعرين في الطواف الجاهلية، تقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. كانت تلبس سيورا على عورتها، سيور فقط تبدو منها عورتها. هذا دين الجاهلية، دين التعري هو دين الجاهلية، ولا يزال هذا في كثير من الناس اليوم، تعري وعدم المبالاة والسفور في النساء، كشف الحجاب. هل هذا مما يأمر به الشيطان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كان المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة، وأيضا يشركون عند البيت ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وأرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس، وأرسل معه عليا رضي الله عنه ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فمنعهم صلى الله عليه وسلم، منع المشركين من الطواف بالبيت. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغهم، لأنهم لا يطوفون بالبيت بعد هذا العام، ولا يطوف بالبيت عريان. لما كان في السنة العاشرة وخلى البيت من المشركين ومن العراة، حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع. ما حج صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلا مرة واحدة، هي حجة الوداع. وسميت حجة الوداع لأنه وادع الناس فيها، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولما رجع من الحج بقي أياما، ثم مرض صلى الله عليه وسلم وتوفي بعد الحج، توفي في ربيع الأول بعد الحج، شهرين وأيام توفي صلى الله عليه وسلم. فسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس. وأما العمر فقد اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أربع مرات. المرة الأولى عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، فتحلل وذبح عليه الصلاة والسلام ورجع إلى المدينة، تعتبر عمرة له ولأصحابه. الثانية عمرة القضاء، لأنه قاضى المشركين أن يرجع هذه السنة وأن يعتمر من العام القادم، فجاء صلى الله عليه وسلم واعتمر مقاضاة عن عمرة الحديبية، هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة لما رجع من غزوة حنين في شوال، لما رجع من غزوة حنين بعد غزوة الفتح وبلغ الجعرانة وهي على حدود الحرم، أحرم منها داخلا إلى مكة بالعمرة وأدى العمرة، هذه العمرة الثالثة. العمرة الرابعة العمرة التي قرنها صلى الله عليه وسلم مع حجته، فإنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا بين العمرة والحج، لأنه ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي يحرم مفردا أو قارنا ولا يتمتع. فهو صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي أحرم قارنا بين الحج والعمرة. هذه العمرة الرابعة التي قرنها
ما حجته عليه الصلاة والسلام. هذا هو إلى الدرس القادم إن شاء الله لنستكمل الكلام على الآية، لأن الكلام فيها يطول ولا يتحمله بقية الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: ما حكم اللقطة في الحرم؟ اللقطة في الحرم هي المال الضائع، اللقطة هي المال الضائع من صاحبه، واللقطة في الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقطته إلا لمنشد. فإذا وجدت لقطة في الحرم فلا تأخذها إلا بشرط أن تلتزم بالإنشاد عليها والمنادات عليها حتى تجد صاحبها، فإذا لم تلتزم اتركها. لا تحل لقطته أي الحرم إلا لمنشد، أي لمن يلتزم بأن ينادي على هذه اللقطة حتى يجد صاحبها. نعم. ما حكم مرور النساء أمام الرجال عندما يصلون في الحرم، وأحيانا النساء يطفن حول الكعبة والرجال يصلون في صحن المطاف؟ المسجد الحرام وضعه يختلف عن بقية المساجد. المسجد الحرام فيه زحام شديد والناس يقصدونه ويزدحمون فيه، وإذا اشتد الأمر خف ولله الحمد، فلا بأس بالمرور من أمام المصلي، والصلاة صحيحة إن شاء الله للضرورة، سواء حول الكعبة أو بعيدا عنها، المرور لا يضر بين يدي المصلي من أجل الضرورة، ما تقدر تمنع الناس عن المرور، والناس محتاجون إلى المرور من أجل الزحام، مع العلم أن صلاة الفريضة خلف الإمام أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. ما هي الأمور التي تعين الإنسان على تحقيق الخشوع في الصلاة وترقق القلب في سائر العبادات؟ الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله جل وعلا، أن تستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه. ولله المثل الأعلى، أنت لو وقفت أمام ملك أو أمام رئيس أو أمير ماذا يكون شعورك؟ يكون عندك تهيب له، يكون عندك خوف منه أنه ينتقدك في شيء، هذا في حق المخلوق، فكيف بحق الخالق جل وعلا؟ فتستحضر عظمة الله الذي أنت واقف بين يديه، والذي هو نصب وجهه الكريم إليك وأنت تصلي، إن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي، فتستحضر هذه العظمة وهذا الموقف. وأيضا مما يساعد على الخشوع في الصلاة تدبر القرآن، أنت تقرأ القرآن وأنت تصلي أو تسمع الإمام يقرأ فتتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، فإن إذا تدبرته أكسبك ذلك الخشوع بين يدي الله. ثالثا، لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، لا تدخل في الصلاة وعندك ما يشوش عليك فكرك، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والإنسان يدافعه الأخبثان البول والغائط، ما نهى صلى الله عليه وسلم، قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فلا تدخل في الصلاة وأنت مشغول بأحد الأخبثين البول أو الغائط، بل عليك أن تذهب وتقضي حاجتك وتتوضأ ثم تأتي إلى الصلاة. وكذلك حضرة الطعام، إذا حضر الطعام وأنت محتاج إليه ومشتاق إليه كل، ولا تدخل في الصلاة حتى تأخذ نهمتك منه، لا صلاة بحضرة طعام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر العشاء فابدأوا به. من أجل إيش؟ من أجل أن تدخل في الصلاة
وأنت فارغ البال، ما تدخل في الصلاة وقلبك متعلق بالطعام، تحب الإسراع في الصلاة من أجل أن تنصرف إلى الطعام. أيضا من دواعي الخشوع أنك إذا سمعت الإقامة فإنك تمشي وعليك السكينة ولا تسرع ولا تركض. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. امشوا مشي بسكينة وهدوء، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا. فلا تسرع، لأنك إذا أسرعت يثور نفسك من السرعة، ربما تدخل في الصلاة وأنت ثائر النفس متعب، فلا تخشع في الصلاة. نعم. ما حكم من أنكر خروج الدجال؟ هذا إن كان يعرف الأدلة وأنكر فهو كافر، لأنه أنكر شيئا متواترا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان جاهل ولا يعرف الأدلة فهذا يبين له، فإن أصر على الإنكار بعد البيان إنه يحكم بكفره. نعم. لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: شخص ترك الصلاة فترة من الزمن ثم أراد التوبة، فكيف تكون التوبة؟ وهل يقضي الصلوات التي لم يصلها فيما مضى؟ عليه بالمبادرة بالتوبة، توبة والاستغفار والمحافظة على الصلاة. وأما ما تركه فلا يقضيه، لأنه في تركه إياه متعمدا يخرج من الإسلام، فإذا تاب دخل في الإسلام من جديد، فيحافظ على الصلاة في المستقبل ويتوب إلى الله ويكثر من النوافل، وما فات لا يقضيه، ما تركه لا يقضيه. نعم. ما حكم من يصلي ويقرأ القرآن في شهر رمضان فقط؟ ليس له صلاة وليس له دين ولا إسلام. اللي ما يصلي إلا في رمضان هذا ليس مسلما. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى. قل جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. لابد من المحافظة على الصلوات. أما اللي يصلي وقت ويخلي وقت هذا ليس مسلما. وإذا كان لا يصلي طول السنة إلا في رمضان هذا ليس مسلما، أو ما يصلي إلا يوم الجمعة هذا ليس مسلما. نعم. ما القول الراجح في جلسة الاستراحة؟ الراجح والله أعلم أنها غير مشروعة، وإنما يفعلها الإنسان إذا احتاج إليها، إذا كان مريض أو ثقيل الجسم أو كبير السن يحتاج إليها يفعلها، أما إذا كان غير محتاج إليها فهي ليست سنة، وإنما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ثقل، فعلها للحاجة. نعم. يقول: انتشر في الفترة الأخيرة بعض الشباب الذين همهم التجريح والتعديل في الناس خاصة طلاب العلم. قال الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. قال تعالى: قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه. قال جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا، المسلمون كالنفس الواحدة، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا تلمزوا إخوانكم، لأن نفس أخيك مثل نفسك، فكما لا ترضى لنفسك باللمز فكيف ترضاه لأخيك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، سماه فسوقا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أما إذا وقعت أخطاء من بعض طلبة العلم أو من بعض الناس فالذي يتولى هذا هم العلماء، اللي تولون الرد على الخطأ ويبينون الصواب هم العلماء، ما هم بالطلاب والمبتدئين أو العوام. اللي تولون الرد على الأخطاء هم العلماء، لأنهم هم اللي يحسنون الرد ويتقنون الرد ويعرفون الخطأ من الصواب. نعم. ما حكم قول آمين بعد الفاتحة لمن يصلي وحده؟ مستحب للإمام والمأمومين وللمنفرد إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين، لأن معناه اللهم استجب
لأن الفاتحة دعاء، الفاتحة كلها دعاء، أولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا، وآخرها دعاء مسألة وهو الطلب، تطلب من الله الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، تطلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، فآخرها دعاء مسألة، فكلها دعاء. فأنت إذا فرغت تؤمن على هذا الدعاء، لأن التأمين على الدعاء من أسباب الإجابة، وهذا سنة في الصلاة وخارج الصلاة إذا قرأت الفاتحة. نعم. ما حكم التسبيح بالسبحة؟ من اتخذها على أنها سنة أو فضيلة هذا خطأ، ما فيها فضيلة ولا هي بسنة. أما من استعملها من باب المباح ليستعين بها على عد التسبيحات فلا بأس، كما أنه يعد التسبيح بالحصى ويعد التسبيح بأصابعه، لا بأس أنه يعده في السبحة، بشرط أن لا يعتقد أن فيها فضيلة وأنها سنة. وكونه يعد التسبيح بأصابعه أفضل من عده بالحصى أو بالمسبحة، هذا أفضل بالأصابع. نعم. ما حكم رفع الصوت في المسجد؟ ما يجوز رفع الصوت في المسجد، لأنه يساء إلى المسجد، يخفض صوته في المسجد، وفي الحديث أنه في آخر الزمان ترفع الأصوات في المساجد، هذا من الإساءة إلى المساجد. نعم. هل يجوز تقبيل الركن اليماني؟ لا، لم يشرع تقبيله، إنما يشرع استلامه باليد. الأركان الأربعة واحد منها يستلم ولا يقبل، وهو الركن اليماني، وواحد منها يستلم ويقبل أو يشار إليه، وهو الحجر الأسود. والركنان الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تسقط صلاة الجمعة للمسافر؟ نعم، المسافر ليس عليه جمعة، لكن إذا حضرها مع المقيمين وصلاها معهم أجزأته عن الظهر. نعم. إذا تقول السائلة: إذا مشطت المرأة رأسها وتساقط منه شعر، هل يجوز لها حرق هذا الشعر بالنار؟ لا بس، إذا تساقط شعر فلها أن تدفنه أو أن تحرقه، لا بس بذلك. نعم. أو أن ترفعه في مكان. نعم. يقول السائل: عندما أبول قبل الصلاة بوقت أشعر أثناء الصلاة قطرات من البول تنزل، فما حكم صلاتي؟ وهل هذا من الوسوسة؟ إذا توضأت، إذا استنجيت، تنشفت من البول وتوضأت، فالوضوء لا ينتقض بمجرد الشك، ما ينتقض إلا باليقين. فإذا توضأت وأنت قد استنجيت قبل الوضوء ونشفت الذكر فلا تلتفت إلى الشك، لأن هذا وسواس، عليك أن تتركه. نعم. ما حكم بيع الذهب إلى أجل؟ بأي شيء، إذا بيع الذهب بنقود، بذهب أو بفضة أو بنقود ورقية، فلا يجوز التأجيل، لا بد أن يكون يدا بيد في المجلس. أما إذا بيع بسلع أخرى كالقماش أو الدواب أو التمر أو البر أو غير ذلك فلا بأس بالتأجيل. نعم. يقول: ما حكم من يعمل في بنك يتعامل بالربا؟ لا يجوز له أن يعمل في البنك الذي يعمل بالربا، أو الشركة أو المؤسسة أو التاجر اللي يتعامل بالربا، كل من يتعامل بالربا فلا تشتغل عنده، لأنك إن اشتغلت عنده كنت متعاونا معه على الإثم والعدوان، قد قال الله جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهد لماذا لعنوا؟ لأنهم تعاونوا معه، مع المرابي، فالذي توظف عند المرابين تتناوله اللعنة لأنه متعاون معهم. نعم. ما حكم تربية الحيوانات أو الماشية وتهيئتها للمناطحة؟ هل في ذلك محظور شرعي؟ لا يجوز التحريش بين الحيوانات أو بين الطيور بالمناطحة أو بغير ذلك، لأن هذا من تعذيب الحيوانات، هذا من تعذيب
الحيوانات، لا يجوز هذا، حرام. نعم. هل يجوز للرجل أن يدخل على عمته في بيتها إذا كانت مع بناتها فقط، أم يشترط أن يكون معهم محرم كالأب أو الأخ؟ هل يجوز للرجل أن يدخل على عمته في بيتها إذا كانت مع بناتها فقط، أم يشترط أن يكون معهم محرم كالأب أو الأخ؟ لا بأس أنه يدخل، لكن يتحجبن، النساء التي ليسن من محارمه يتحجبن ويدخل على عمته أو قريبته، ويتحجب من عندها من النساء التي ليسن من محارمه. نعم.